ما العزاء؟ العزاء هو أن أتمثل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الترمذي من حديث عائشة: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. هذا عزاء، وهذا ينبغي أن يكون عزاء كل إنسان مؤمن إيمانا حقيقيا بالله سبحانه وتعالى.